فوزي محمد بشير العياط كلف من قبل تنظيم داعش بمهمة قاضي الأحوال الشخصية إبان احتلال سرت الليبية. احتلال داعش لسرت تمكن مراسل أخبار الآن من اللقاء به داخل أحد السجون في مصراتة، حيث شرح له كيفية تشكيل داعش في سرت وكيف بايع أنصار الشريعة داعش بليبيا. التنظيم أول ما تأسس في ليبيا بدأ في منطقة شرقية، كان في شخص من مدينة درنا اسمه حسن الشاعري ينادى بأبو حبيبة يعني. هذا قام بجمع بيعات في مدينة درنا وفي مدينة البنغازي من أجل أن ينضموا للتنظيم يعني. فقاموا بالبيعة وكان هو أمير التنظيم في البداية يعني، فهو اللي أسس التنظيم في درنا وبنغازي بداية يعني. المجموعة اللي كانت معاه في بنغازي لما بدأت عملية الكرامة شارك حتى في الحرب ضد عملية الكرامة يعني في بنغازي يعني. هيك كانت البداية، حسن الشاعري بدأ تأسيس التنظيم يعني. بدايته كانت كيف تواصلتم معه؟ مسألة التواصل ما تواصلناش مباشرة مع أبو حبيبة، لما بدأت عملية الكرامة في المنطقة الشرقية أنصار الشريعة في سرت حسوا بالخطر يعني، حسوا أن عملية الكرامة حتنجح في المنطقة الشرقية بوقت سريع ظنوا يعني. وبعد ما تنجح في المنطقة الشرقية فكروا أنه حيكون توجه لهم في سرت، باعتبار أن سرت فيها عدد كبير من قبيلة حفتر يعني، خاصة أن في مجموعة خرجت قرأت بيان مبارك لعملية الكرامة وانضمام لعملية الكرامة، فحسوا بالخوف والخطر يعني في سرت. فحصلت مناقشات وحديثة حول مسألة يبحثوا عن حل يعني المسألة. فكان الحل اللي اختار علي الصفراني اللي كان ماسك أنصار الشريعة سرت أن مجموعة أنصار الشريعة سرت عددها محدود، فإن ما يتجاوز 50 يعني، عدد محدود يعني. فعلي الصفراني قرر أن المجموعة تنتقل، أي شخص عنده رغبة أن ينضم للتنظيم ينتقل إلى سوريا ويتم البيعة هناك ويبقوا هناك يعني، ما عادش يرجعوا لليبيا يعني، ينضموا للتنظيم في سوريا. فعلى هذا الأساس أرسل مجموعة علي الصفراني لسوريا، من ضمنها أنا يعني، أنا ووليد الفرجاني وأحمد صالح وعلي قايم. فلما مشينا لسوريا غادي تقابلنا مع أشخاص من التنظيم يعني، التقينا بتركي البنعلي والتقينا بأبو محمد العراقي، واللي جلسنا معه من أجل الموضوع يعني أبو محمد العدناني ومع شخص آخر يعني. فلما جلسنا معه وعرضنا عليه الأمر أن أنصار الشريعة في سرت ترغب في الانتقال لسوريا والبيع والانضمام في سوريا والبقاء في سوريا، فقال أن التنظيم من سياسته أن لما يكون متواجد في دولة معينة ما يفرغهاش من الأشخاص اللي فيها يعني، يحاول أن يقوي التنظيم فيها. والتنظيم موجود فعلا في ليبيا وعنده أمير اللي هو حسن الشاعري أبو حبيبة، فلو حبيتوا أن تنضموا للتنظيم تنضموا في ليبيا يعني. فكان هذا ردة، فاحنا أخبرناه أن علي الصفراني ضروري هو اللي وافق على الأمر يعني، ضروري نرجع لليبيا ونعرض الأمر على علي، وعلي هو اللي قرر. فرجعنا لليبيا، لما رجعنا لليبيا عرضنا الأمر على علي، علي قال تو نفكروا في الأمر يعني ونقرروا. فبعد أيام، فترة محدودة يعني 7 أيام 10 أيام حاجة هيك، جاء أبو حبيبة اللي هو الأمير التنظيم في ليبيا لسرت، وجت معه مجموعة جاية من سوريا، 3 أشخاص اللي هم أبو عبد العزيز العراقي الأنباري وأبو معاذ العراقي وأبو عامر الجزراوي. فجاءوا لسرت، فعلي كان قرر أن يبايع التنظيم وينضم في سرت يعني. فهيك حصلت البيعة في سرت، انضموا أنصار الشريعة في سرت أغلبهم يعني، أغلب الأفراد انضموا بايعوا التنظيم في سرت. كيف بايعتم التنظيم في مدينة سرت وأين كان؟ البيعة كانت في بيتي يعني، جوني جاء علي الصفراني، أنا ما كنتش نعلم منهم جت المجموعة دي يعني لسرت، فاتصل بي علي الصفراني وأحمد صالح وقالوا لي أنت وين؟ قلت لهم في البيت، قالوا لي إحنا جايين يعني الحوش يعني جايين. فبعد دقائق وصلوا للحوش وخشينا للحوش المربوع، فعرضوا الأمر يعني في المربوع، فتمت البيعة يعني، بيعنا أبو عبد العزيز إحنا.